الحكومة التي أثبتت فشلها، والحقيقة يعني ما فيها أي مؤشرات للإصلاح في المستوى القريب، وكذلك يعني للتنبيه لخطورة الوضع، وهي استقالتنا تعتبر إبراء ذمة للشعب الكويتي حول ما يحصل في البرلمان، وكذلك رسالة لمن يعنيه الأمر بأن لا يمكن الاستمرار في ظل هذه الأجواء المسمومة، خصوصا ونحن نتوقع بأن القادم الأيام سيكون صعب جدا، وسنعيش في صيف ساخن جدا، وأنا أقصد من ناحية السياسية. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن نعدي المرحلة الصعبة اللي راح تمر فيها الكويت خلال هذا الصيف لنهاية هذا العام. بدوره أبدى عضو مجلس الأمة